بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير ومسرات. هذه هي خيمة تعاليل، كما تعودتم دائما من هذه الخيمة نقدم مجموعة من الشعراء والمنشدين وملاك الإبل، ودائما ولله الحمد في هذا المهرجان الذي أصبح حديث الجميع، هذا الكرنفال العالمي الذي نفتخر فيه دائما، ويكفينا فخر أن يكون برعاية كريمة من الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأيضا بإشراف من ولي العهد الوجه المشرق للمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. ما تضيع البل وسلمان قافيها. شكرا جزيلا لكل من يبذل مجهود في هذا المهرجان، شكرا لنادي الإبل على هذا التنظيم وأيضا على هذه الأمور اللي شاهدناها ولله الحمد، وأيضا شكرا لأعضاء النادي لتواجدهم دائما في الميدان، نشاهدهم من خلال هذه الشاشات وأيضا نشاهدهم من خلال العين المجردة تواجدهم في هذه الميادين، وأيضا بإذن الله تعالى نبارك للجميع في آخر المهرجان على هذا النجاح الذي ولله الحمد أصبحنا نلمس هذا النجاح، حتى ولو الباقي ما وصلنا إلى النهاية، ولكن نبارك لهم هذا النجاح وبإذن الله القادم أفضل. هذه هي خيمة تعاليل مشاهدينا الكرام، بإذن الله راح نعرف بضيوفنا اليوم اللي شرفونا، بداية مع مالك الإبل المعروف منصور بن سعود بن وثيلة رجبان الدوسة. حياك الله أبو سعود. الله يحييك ويطول عمرك. شرفنا، الله يطول عمرك. أبداً كل جزيل، الحمد لله يطول عمرك. ونبارك لكم هالفوز، أنتم ملاك الإبل، ونشكركم على روحكم الرياضية. الفوز طال عمرك الجميع كلهم. كل من كان فاز، من كان دخل حتى اللي طلع فايز، نعم. يعتبر فايز في وجهك. هذا المحلة. نعم صحيح. لأن كل أبونا لازم نتكاتف، نعم. عشان ينجح طال عمرك هذا التراث اللي ما شاء الله وتبارك الله. بيض الله وجهكم، يبغى غريبة عليك هالكلام الطيب. صحيح. نرحب ايضا بشاعرنا مقح مسلات. يا مرحبا، حياك الله وشرفتنا. الله يطول، الله يحييك ويطول عمرك، ويشرفني الجلوس بينكم ومع اخواني وزملائي، وجلستنا تنومس وترفع الراس، وحنا في مهرجان نحمد الله ونشكره، من تطور في تطور، والسنه هذه التطور
غير عن السنين الماضية. نعم. ونحمد الله ونشكره. وأيضا نرحب بالأستاذ عبد اللطيف الوهيبي، وباحث ومهتم في تاريخ الأجيالات، حياك الله معنا. يا هلا. وصاحب متحف معروف، ونشكرك أيضا على حضورك. تسلم، يا هلا والله، مرحبتين. ومن هالمنبر نحيي ونشكر والدنا الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان ورئيس مجلس الإدارة بمهرجان الإبل وأعضاء مجلس الإدارة على هالدعم وهالوقف لإنجاح طبعا مهرجان دولي ذا على مستوى العالم. نعم صحيح. وحنا أولى بهالتراث العظيم اللي هو الإبل، إرث هذا. نعم. البلاد المتقدمة صناعيا تجد مثلا الصين واليابان يتغنون ويعيدون تراث أبائهم وأجدادهم اللي هو التنين. حنا أولى بتراثنا نتكلم فيه بإذن الله راح نتكلم فيه. نعم. لكن اسمح لنا نرحب أيضا بشاعرنا ومنشدنا المعروف ناصر الرزيني، حياك الله ناصر. والله ما سليتك. وشرفتنا، الله يطول عمرك. الله يشرف مقدارك والشرف لي والله تواجدي بينكم. الله يطول عمرك. والمشاركة في خيمة التعاليل. نعم. وتواجدنا في المهرجان بشكل عام. طيب الله يحييكم جميعا. طبعا معنا الأسماء الفائزين في لون الوضح فئة الثلاثين، الحاصل على المركز الأول. نعم، الحاصل على المركز الأول تركي بن سعد بن سويد الحكباني، يظهر الآن معكم في الشاشة. الثاني طلال مسلم محمد فارس. الثالث موسى بن محمد بن عبد الله الموسى. الرابع عبد الله بن مطلق بن ناصر القريني. الخامس عريمان بن محسن الدوسري. السادس فارس بن مناحي بن ناصر العجمي. السابع منصور بن سعود الوثيلة الدوسري. الثامن شامخ بن سليمان بن عساف العتيبي. والتاسع مفرج بن سعد بن مطلق بن شوية. والعاشر عبد الله بن ناصر بن فهد الدوسري. نبارك طبعا لكل الفائزين، ومثل ما قال ابو سعود كل اللي شاركوا هم فائزين، سواء المركز الاول او المركز العاشر، هو اكبر فوز لهم هو حضورهم في جائزه الملك عبد العزيز. هذا صحيح ابو سعود. نبارك لكم هالحضور المشرف اللي مو بغريبتنا عليكم. ما بغريبه، طال عمرك، وهذا طال عمرك. نحمد الله على هذه التراث هذا. نعم. يمكن ما يوجد في العالم كله. صحيح. التراث هذا ما يوجد في العالم. كل يتمنى هم يجونا العالم برا يجون عشان عند التراث هذا. شفت؟ نعم. عشان هذه الطبيعه. عشان طال عمرك السعوديه، المملكه العربيه السعوديه. نسال الله يطول عمر الملك سلمان. نعم. ولي عهده وحكومتنا كلهم. نعم. والعاملين كلهم في ذلك. والنادي ترى سوى شيء يعني يمكن. صحيح. العام ما في شيء. العام يعتبر ما في شيء، صفر. نعم. من الشمال. شفت؟ لكن السنه الحين تقول ما شاء الله يعني، لكن الناس اللي برا ما يدرون. نعم. لكن في تعب وفي طعم يشتغلون ليل ونهارهم والله يوفقهم. وصراحه اي مواطن يلتم هذا البلد لازم يشجعه ويستانس. نعم. من هالحال العالم، وبالذات طال عمرك دول الخليج، دول الخليج تعتبر قلوبنا شعب واحد. نعم صحيح. في ناس يفرقون يقول جاك كويتي وجاك اماراتي وجاك بحريني، بالعكس كل بنا طال عمرك في جائزه الملك عبد العزيز طيب الله ذره. نعم. شفت؟ كلهم سواسيه. كلهم سواسيه. واللي حصلوا على المراكز الاولى واللي حصلوا على حتى المراكز اللي طلع. نعم. حتى اللي طلع ودخل وهذا يعتبر فايز. صحيح. يعتبر فايز في 11 و 12 يعتبروا فايزين. نعم. وترى الحديث مشاركة يعني عشان. اي نعم. انا ما وديكم تاخذون الجو الرسمي اني انت تنتظر لين اسالك. لا لكن لا. ابو سعود سم. يعني ان عاصرنا المهرجان ونعرفه من بدايته. صحيح. الان والله الحمد في هذه السنة وصلنا الى مراحل متقدمة جدا، ومراحل يعني نفتخر فيها جميعا. عالمية. نعم. وصلنا نعم. العالمية. هذه العالمية اذا كان في عالمية. أي. فهذه. نعم. ما شاء الله بالتنظيم بالجوائز بالحضور بالنادي اللي استبشر به الجميع. صحيح. وايضا ولي عليه رجل. صحيح. يفتخر فيه الجميع. صحيح. ونسال الله التوفيق والسداد له وكل الاعضاء. الله يوفقه. ما قصروا. نعم. وبيض الله وجيههم. نعم. وعمل يذكر فيشكر. نعم. شوف يا استاذ تركي، ما في واحد يشتغل بحاله. نعم. اليد الواحده ما تصفق. صحيح. شفت؟ وهذا الرجل يعني يشكر عليه، وهو طعمك الشيخ فهد. نعم. شفت انت؟ وزملائه كلهم من اصغرهم الى اكبرهم. شفت؟ كلهم يد واحده. شفت؟ يعني ما ولي وهذه اللي يستاهلونها. الا انهم ثقه، لو انهم ما ثقه ما يستاهلون الثقه. العهد والمسؤولين عن والناس ما حد راضي. صح. اللي ياخذ الاول، هذه يعني في العالم كله لازم الاول الواحد نفر واحد.
صحيح. هو في كل الرياضات يعني حتى في كرة القدم في كل شيء. هو المفروض يا ابو الراضي هو المركز الاول. صحيح. حتى انت واخوك وربعك القريب. نعم. ها لو يجي عندكم حاجة بيزعلون شوي وبينتهون، رايح ينتهون، كل العالم راح تنتهي. لابد هذه الدنيا. لكن احنا نتكلم عن البنية التحتية للمهرجان وما قدم من فعاليات، من حضور، من جوائز، من يعني مثل ما ذكرت انه وصلنا للعالمية ولله الحمد من خلال هالمهرجان. أصبح الجميع في دول الخليج ينظروا لهذه الجائزة. المواطن كله استفاد بشكل عام. نعم. جميع المواطنين استفادوا، حتى رعى البل اللي باعرها ماشي حال ينتج يضرب له ناقة ناقتين ويطلع منها بكرة يبيعها ب 300-400 تعلفها باعرها مال سنة. يعني كل مستفيد في هالمهرجان، مهرجان عالمي واللي والمفروض أن كلنا يدعمه. حنا حضورنا الليلة ترى دعم له. نعم. دعم لنا وتبرع من عندنا. شعراء لكم رسالة سامية. نحن ندعم مع الداعمين ومعنا، والمفروض أن كل والشوشرة والإساءات للمهرجان هذه المفروض أنها ما تصدر منا. لا هذه طال عمرك. لأنها إذا شوشروا عليه يعني عدم ثقة وعدم مصداقية في المهرجان. شوف خلي أتكلم معك. ونضر المهرجان منهم. بالنسبة للمهرجان. مهما تكلمنا فيه ما راح نوفي حقه. صحيح. أبداً يعني، وهذا ولله الحمد هو حديث الجميع. يا سلام. يعني كل الأشخاص اللي نقابلهم في الميدان ولا الملاك ولا برضو المشاركين، في ناس ترى في أشياء بسيطة الناس ما تعرفها، ترى السوق الشعبي والأسواق الموجودة في ناس تستفيد منها، في ناس عيشتنا أسرها منها، في بيوت قايمة على هالأشياء. بيض الله وجيهم. عمل كبير ونقول بيض الله وجيهم. كل سنة في تطور بعد يقطع كلامك. إحنا بنرجع لكم، بس خلنا نأخذ قصيدة من بقهم. سام والله القصائد واجد أبو سيف، لكن خلني أبدي بها في نفسي أنا، ما نبدأ إحنا نبدأ في غيري. يقول شيخ هم على صدري يجيش غزاه، سبر قومه من البارح بصدري يويك، واحتزمت بله بالأذكار بعد الصلاة، حيها من حزام وحيها من رفيق، وجاه سبارهم وانكف بجيشه وراه، وصبح واحد من غفلته ما يفيك، ولا تضيق الدروب ولا تضيق الحياة، غير في عين من عينه نظرها يضيق، دام تمشي نمشيها بكل اتجاه، وانت سكر طريق يفك غيره طريق، أخذ ضد مبدل يا الصك البراه، والرج أقرب من الصاحب والأخوة الشقيق، عانك الله يا صدر ما يبين خفاه، لو تحملت حمل كبر هضبة طويق، وعزك الله يا راس ما يضيع خواه، لا دلال تصب ولا بيالة بريق، المطالب بحر والصبر طوق النجاة، من سبح به نجا وانقذ معه كم غريق، وبعض الأهداف لو ترميك كل الرماه، ما يوافق الرغباتي ولا لي يليك كل ملواح، لو أني بحول علىه ما شهرت الجناح وصرت حر طليق. يا سلام. صح بدنك. صح بدنك. صح بدنك. صح بدنك. خلينا نرجع للعقيلات، وما شاء الله هذا التاريخ اللي نفتخر فيه جميعا. أخوي عبد اللطيف، يعني لو تحدثنا عن ركب العقيلات والعقيلات بشكل عام، يعني أنتم لكم جناح وحاضرين. نعم، لأن ما تحف طال عمرك. نعم. يقول عقيل اللي لهم بالمراجل كار، تاريخهم شاعة ذكاره، رجالهم طيب الأذكار، أهل بعارين وتجارة، فيك العصر اغتنا وتجار، يا مغلب الناس منهاره، لا جو على كواره عبار، من ديرة الشام منهاره، تشهد لهم ديرة الأغوار، ودجله وحيفة وسنجارة، درب المراجل عسر واختار، يصعب دربه مشواره، والدر دي ما يدوس الحار، لو كان مليون ديناره. عقيل طال عمرك من جميع قبائل المملكة، صفة تجارية ومهنة تجارية، الأفضل جنسين بالدنيا الإبل والخيل، يصدرون الإبل من قلب الجزيرة العربية، من القصيم، من المطار الدولي، أنا أسميه المطار الدولي البري، من بريدة، من الجردة، إلى كافة البلاد العربية للسوق الجيد، يصدرون الحلال ويرجعون بالأشياء يفتقدونها في بلادهم. طبعا يصدرون جميع أنواع الحلال، الهجن والإبل بأنواعه، كل سوق يحتاج كذا يودون لأمه الإبل. رحلة الشتاء والصيف، طبعا امتداد رحلة الشتاء والصيف، يطلعون بشتة بدأ الهبائي والأمطار تنطلق الرحلات، وبالصيف يحولون تجارتهم من العراق للشام، ومن الشام لمصر على السودان، حراك بالهلال الخصيب. طبعا هم تجار من نجد، وبالأخص منطقة القصيم، وبالتحديد بريدة وأريافه، ولا ينتمون إلى قبيلة أو عائلة، بل هم من قبائل عربية شتى من حاضرة القصيم،
يصدرون الإبل والخيل والأغنام والسمن للسوق الجيد بالبلاد العربية ويرجعون بالأشياء يفتقدون في بلادهم. عملوا في هذه التجارة أكثر من 400 عام حتى صدر أمر من الملك عبد العزيز الله يرحمه بعدم مزاولة هذه التجارة لقيام الحدود العربية من أول فوضى روحه. قامت الحدود العربية وظهور السيارات وظهور إسرائيل. قال الملك عبد العزيز مقولة معروفة: خلوا سمنكم في دقيقكم، يعني الإبل ذي اللي تطلع انتهينا من الخروج. الحديث طبعا طويل، ما شاء الله تاريخ تجاري، تاريخ تجاري وحافل بأشياء كثيرة طبعا، تجاري وسياسي واقتصادي واجتماعي، منظومة متكاملة. نعم، هم ظاهرة تجارية فوق العادة. طبعا ما عندنا موارد بالجزيرة العربية إلا الراعي والزراعة والحرف اليدوية، الصناعة بسيطة، لذلك اتخذوا التجارة مهنة لهم. سبب نشأة العقيلات، حنا على طريق الحاج، حنا منطقة التقاء الطرق، جغرافية القصيم التقاء الطرق بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، وعلى طريق الحاج وعلى حفة وادي الرمة، أطول وادي بالجزيرة العربية، يبدأ من العلا مرورا بالمدينة المنورة شرق المدينة وينحني بالقصيم ويتجه للبصرة. لذلك أكسب المكان، وعلى طريق البخور اللي جون التجار زمان بالجاهلية وصدر الإسلام من اليمن اتجاه لبغداد أو البصرة الشام، على نفس الطريق لأن فيه سدود وأماكن. التاريخ تاريخ طويل كثير وما نقدر نستوفيه في هالحلقة. نعم. لكن حدثني عن مشاركتكم في جائزة الملك عبد العزيز. شاركتنا طبعا، أعيد الشكر ثاني للملك ولي العهد وأعضاء المهرجان اللي يتحولون الفرصة بالمشاركة. طبعا متحف العقيلات جزء من 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 مهرجان الإبل، لأن العقيلات إبل في إبل. احنا حطينا جزأنا المتحف، اللي يبي الجغرافيا يلقى ركن للجغرافيا، الخريطة والطريق والتنقل من بلد لبلد. حطينا النموذج للدلالة الإبل، ومثل ما تقول هندام الإبل، الشتاد والخرج والميركة والتغزالة والعقال والسفايف، كل الحاجة اللي فصلنا دلالة الإبل وقت الانطلاقة، يعني استعداد الانطلاقة لأي بلد. وحطينا ركن للمؤرخين اللي يبون الوثائق والمخطوطات يلقون ظلتهم بالمكان هذا، ومكان للسياسيين والدبلوماسيين، لأن العقيلات أول سياسيين بالنسبة أنت من الدواسر، أول سفير للدولة السعودية من الوداعية من الدواسر فوزان السابق. نعم. الله يرحمه. كان أول وكيل ثم معتمد ثم سفير. هي. جمع الثلاث أشياء في شيء واحد من عام 1335. ما شاء الله. وركن لهواة التاريخ اللي بيقرون وكذا، حطينا ركن للقراءة، وركن لهواة الشعر. أنا أدعو الشعراء أخويانا، أي لازم يزورونكم عاد في ملاك البل، ما لهم شيء في إلا حنا إبل في إبل. أصلا من شغلين ملاك البل في إبل، مهم طبعا المتحف نسانا راح في التاريخ ونسلبي. حنا محنطين إبل، أول من حنط إبل كهواية متحف العقيلات. أنا عندي جمل اسمه شقران غالي على راعيه، ومات ووقفته خليته واقف بالمتحف وفاء له. ترى نبي نطول بالشعر، طبعا نبي ناخذ منكم يا الشعراء. يقول شقران: احد يبيعك وانا شريك، شقران وين القعود اللي باريك، لا تنخى فوقه وسعت جاك، لا تنضرب الحصى من مواطيك، ضرب برديت وعساه تعداك. كلام. والثاني يقول: شقران احد يبيعك وانا شريك. يقول شقران: والله زهك الطول لا في مثلك زاه شداده، بذكر الله عليك تحول يحفظك من شر حساده، لهجة الهجن زولك زول من بين سبقتك عاده، يا قيد الهجن يا معقيل لك الفخر فيك من قاده. يا سلام. وجزء طال عمرك المعلومات عامه، يشوفون صور العقيلات ونماذج الصور حطينا واركان. طيب. هو ما شاء الله المتحف اركانه كثيره. اي نعم. بندخل في تفصيلها، لكن خلينا برضو نرحب في نعم. منشدنا ناصر برضو. يا مرحبا. والله طبعا بالنسبة إذا في شيء وطني ناصر سم. إن الوطن يستحق منا أكثر أكيد. طبعا الربع ما قصروا بالنسبة للحديث عن المهرجان. نعم. والمهرجان صراحة كل سنة يتطور عن السنة اللي بعدها. صحيح. وهذا شيء يعني لمسناه من خلال زيارتنا المهرجان.
هذه وطنية طبعا. طيب هي أبيات. يقول ما عندنا طول السنة غير عيد اللي على نهج النبي والصحابة، والأوطن نفتخر به من سنين، يكفي عظام أجدادنا في ترابه. لجل مطر ورفاتهم خلط الطين، هب الهوى بالطيب والريح جابه. حب الوطن ما يشترط عيد يا حسين، في كل يوم عايده ونهنابه. حب الوطن ما يشترط عيد يا حسين، في كل يوم عايده ونهنابه، ويزيد حبه كل 24 ساعة ويزداد انتمانه صلابه، واللي على حدود الوطن مستعدين تقدم على الموت الحمر. ما تهابه لدقة أجراس الحرابة، مجانين يضحي الرجل الشجيع بشبابه. يا سلام يا سلام، صح لسانك. صوت ما ينقطع. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. طيب خلونا ننتقل لزميلنا سعيد العامري، طبعا في أكاديمية العربة، وشكرا للشباب على هذه التقارير المميزة جدا. دائما ولله الحمد تعودنا في مثل هذه التقارير، وما شاء الله القرية هي مليئة طبعا بكل الفعاليات، سواء العربة أو أيضا المسارح المفتوحة، وأيضا ما شاء الله المحلات التجارية الموجودة، قرية متكاملة وخان الخليلي ومجموعة من الأشياء اللي أنا أتمنى من الجميع أنهم يجون ويزورونها. باقي معنا وقت لزيارة المهرجان، القريبين من المهرجان تجون وتشرفونا وتشوفون هذه الفعاليات. طيب ننتقل للزميل سعيد العامري، وهو طبعا في أرض الميدان وراح يوافينا بهذا التقرير. شكرا للزميل تركي، أمسي عليك وأمسي على ضيوفك الكرام وكذلك على مشاهدينا الأعزاء. نحييكم من هنا من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة الذي يأتي بتنظيم نادي الإبل، ونحييكم كذلك من جناح أكاديمية العرضة من القرية للفعاليات. يسعدنا في هذه اللحظات أن نلتقي بمحمد بن إبراهيم المنيف. نعم أبو فهد، أول شيء نمسيك بالخير ونرحب بك في هذا البرنامج. حياك الله، يا هلا والله وسهلا، وحياكم الله في أكاديمية العرضة، يا مرحبا بكم. أبو فهد، خبرنا عن انطباعك عن مهرجان الملك عبد العزيز. مهرجان الملك عبد العزيز ولله الحمد هذا من صميم التراث، ويكفي انه باسم المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله عليه، وانطباعنا انطباع جميل جدا جدا جدا، ومبسوطين منه، وان شاء الله نتمنى له التطور، وان شاء الله الازدياد في المشاركات وفي يعني هالمهرجان ما بعده مهرجان. ابو فهد، خبرنا عن اكاديميه العرضه وماذا تقدم في هذه القريه. الأكاديمية هذه أول مشاركة، أول سنة نفتتح الأكاديمية في المهرجان، نقدم فيها فن العرضة، العرضة السعودية اللي هي عرضة ملوكنا وعرضة بلدنا، عرضة ولله الحمد نعتبرها فن رسمي في المملكة العربية السعودية، نشارك فيه في المهرجانات وفي الحفلات الرسمية للمملكة، الاحتفال باليوم الوطني والاحتفال بالأعياد، دائما مشاركاتنا مستمرة في استقبال ضيوف الدولة وبحضور سيدي خادم الحرمين الشريفين الله يطول في عمره، والحمد لله أبشرك عندنا إقبال ما هو بسيط وزي ما انت شايف. أبو فهد، مشاهدينا الأعزاء، طبعا قبل ما سوي اللقاء مع أبو فهد شاهدت في أداء العرضة، شاهدت يعني جمهور غفير جدا، سواء كبار السن صغار السن، هذا اللي يستهدفه القرية ويستهدفه كذلك أكاديمية العرضة. خبرنا عن طباعك عندما تشاهد أجيال المستقبل وكذلك كبار السن والشباب حابين وهاوين هذه الفن. والله شيء يفرحنا جدا جدا، احنا ولله الحمد يعني شفنا شيء ما توقعناه، كان توقعنا للإقبال يعني على يكون متواضع ولا، لكن ولله الحمد صار إقبال ما بعده إقبال، إلى درجة أن
الاخوان من كبار سن ومن شباب يسبقوننا على الموقع في الحضور وينتظرون هالعرضه متى تقام. فالحمد لله ابشرك شيء يبهج الصدر ويشجع ان شاء الله على التطوير في السنوات القادمه باذن الله. ابو فهد بسالك سؤال تخصصي شوي، متى بديت في العرضه وهذا الفن العريق اللي يعد من اهم الفن الى المملكه العربيه السعوديه؟ والله ولله الحمد انا في العرضه وامارس العرضه من عام 1400 تقريبا. اي ولله الحمد ومستمرين ان شاء الله الى ان يشاء الله. الله يطول عمرك باذن الله ان شاء الله. شاكرين لك طبعا وراح نسمع شيء مشاهدينا من ابو فهد باذن الله ان شاء الله. نسمعكم قصيده من قصايد الشاعر محمد العوني اللي هي مني عليكم يا اهل العوجه سلام. يا سلام يلا توكلنا على الله ان شاء الله. Yeah.
كل الشكر طبعا لك يا ابو فهد على هذه العرضة الطيبة اللي صراحة استمتعنا كثير بها واستمدينا تراث هذا البلد الغالي طبعا. كل الشكر مشكور يا ابو. يا هلا والله وسهلا وحياكم الله وشرفتونا والله يحييكم في اي وقت طول ايام هالمهرجان. الله يطول عمرك. يا هلا والله وسهلا حياكم. مشاهدينا الاعزاء وصلنا الى ختام طبعا تغطيتنا في هذا الجناح اكاديمية العرضة، على امل ان نلقاكم في ايام اخرى. تنتقل الكلمة لك الزميل تركي في الاستديو. شكرا يا سعيد، يعطيك العافية وبيض الله وجهك، وتحت بيرق سيدي سمعا وطاعة. شكرا جدا على هذا التقرير المميز وهذه العرضة المميزة اللي هي احد الفعاليات اللي ولا حمد يوميا تقام في القرية الشعبية. عودة لكم أبو سعود. سم الله. تحدثنا في البداية عن المشاركين وما شاء الله شهدنا هذه الروح الرياضية اللي نشوفها في خيمة الملاك وفي المنصة الرئيسية لهم، لكن برضو في حاجة ثانية أنه لازم نقبل بالنتيجة، فالأخير الفائز واحد، ما راح يكونون اثنين أو ثلاثة أو خمسة. هذا شيء أكيد، والترتيب هذا معروف في كل هذا شيء أكيد. أي تنافس لازم يكون في أول وفي عاشر، ما في كلام، وفي شخص ما يحالف الحظ، ما في كلام. السنة الجاية إن شاء الله، يعني هذا هو ديدن المسابقات ككل. يعني نتحدث عن رضا المشاركين، انا مثل ما اخذت المركز العاشر مبارك لصاحب المركز الاول، صحيح، ويكون عندي الرضا التام والعوض ان شاء الله في السنوات القادمه. هذا شيء اكيد. شوف يا حبيبي، شوف كلنا عارف نفسه، نعم، وكلنا عارف، شفت الاول عارف نفسه، دفع فلوس وتعب وشرى من الناس اللي ابنهم طيبه يحول عليها وياخذ مفاكه. طيب اعترف يا اخي، هذا مثل تركي، اخوي تركي غالي وحبيب واغلى واحد طال عمرك، وانا صراحه مرتاح نفسيا وتني الفايز وانا فايز. باركت له ابو سعود، باركت له وباركت العيالة والابلي ابلي وابلي ابله، اي واحد من المشاركين كله هنا، شفت ابنه كلها وحده، البل كلها وحده، وهذه طال عمرك اناسه، صحيح اناسه، ودعم للبل، دعم لأهل البل، صحيح. اللي يفهمون يفهمون، إلا يجيك واحد يبي يندس عشان يخرب على البل، وترى ما يمثلون اللي جوالاتهم أو كلام، ما يمثلون رجال الحوادث الغانمة اللي شروا من عندي، ما يمثلونهم، ترى الناس كلهم يحبون التراث ويحبون أهل البل وقانعين، حتى ربعك اللي عندك يطلع واحد طلع مكشات، كل العالم فيها مكشات، العالم كله بوها يا أخوي. الاول والثاني طال عمرك البل هذه ذكرت مع السماوات والارض، نعم، ما هي ما هي اللي حاطها منصوره وحاطها الله يطيب ثراه، والملك عبد العزيز جمعنا وهو حي، الله يجعل الجنه مداها ان شاء الله، وعياله كلهم والمسلمين، وهو ميت لحقنا خيره، شفت في هذا التراث، هذا نعمه، نعم، احمد ربهم يا اخي، اذاك تشفقون بيجوا في المملكه، نعم، فرنسيين الاوروبيين، انا رحت العالم كله درت، ترى درت العالم كله، ما شاء الله عليك، ذكر عباعر على الطياره، درت العالم كله على الطيار ولا ذلول، لا على الطياره وفي الارض، شفت انت اطريت الملك، اطريت الملك عبد العزيز طال عمرك، تقول انه الان له فضل بجمعتنا هذه، والمهرجان اسمه مهرجان الملك عبد العزيز الابل. أنا أقول من هالمنبر عند أخوي تركي خلف الدواسر، يجب على جميع واحد يمشي على الأرض الطيبة، أرض البطولات وأرض الشجاعة والعلوم الغانمة، الدعاء للملك عبد العزيز بالغفران والرحمة، لأنه فضل عظيم توحيد الصف وجمع الكلمة. هذا اللي نقوله، حنا قبائل عظيمة تعتبر دول الجزيرة العربية، وخلى كلماتنا واحدة واسمنا واحد الله يرحمه، وأبناؤه ساروا على نهج جلال الكرم، وبإذن الله راح نستمر، نعم، على هذا، نعم، الوحدة وعلى هذا، لكن الاجتماع والبل عطي الله على ما قال، عندنا سؤال نبي الحكي في البل، أنا أبي أتكلم، نعم، كصفتي ها مشارك عن زملائي أهل البل، شفت عامة شرق المملكة غربة كل شيء، نعم، البل في طال عمرك ودي أعطيكم قصة يا أبو، تفضل نسمعك إذا كان سمحوا الرب، في طعم قصة للبل، شفت في طال عمرك واحدة خواجة من الخواجات أو قلنزية ما أدري وشين هي، مع زوجها كانت في الأردن أجنبية وهذه مثبوتة،
وكان فيها ثدي، مرض ثدي او سرطان ثدي على ما يقول الدكاتره ظلام، وهذه امراض من عند رب العالمين، والشيء اللي ما يحتلونه زي كورونا وزي ما ادري وين قالوا من كورونا، اذا ما عرفوا علاجها قالوا كورونا في البن. طيب انت يا دكتور يا اخي كريم، ليش ما وقع على السودان اللي تحوابها والشايب اللي تحوابها؟ ليش ما مات الا واحد ما ادري وين هو جاي منه؟ ولا عمره احتك بلبل اللي ما احتك انا احتكها، انا مش خشمها، احنا نشمها الليل والنهار واكل ولا غسل يديه. البل البل اكلها في القران، البل حتى في الشرع كلاها وكل شيء، خلها دعها، لكن غيرها احفظه. اذا جاء ثلاث ايام ما جاك راعيه تصرف فيه، اما بعه ولا بعد خلف فلوسه عنده ولا صح ولا لا؟ نعم. وانتم عارفين الكلام ده، ما احتاج طلع. انت ايش تبي بالبن؟ انا راعي بن ونادي بن، لا تدخل علي، انا عارف من بهل البل يدخلون اللي يتكلمون يبلبلون، انا عارف اصلا انهم كل شيء للسلبيات، ما تشوشين لكن صار تشوش عليهم على السلبيات. مسعود طيب، انت انا الاخ اللي بتكلم، اطلع يا ابو سعود اطلع صح تكلم، اما تحط لي هذا الجوال ويحط على الجوالات. ابو سعود ابى اقول لك شيء، قل لي. البل معروفه من سنين، ما جاء اهلها الا الخير، اهلها ما قال شيء. لكن تدري وش المشكله؟ لازم اهلها انفسهم يدافعون عن البل ويوقفون معها، ويوقفون معها المهرجان ويدعمون المهرجان. وحتى شوف انتوا ما قصرتوا، بيض الله وجيكم. لا لا انا معك فاهمك، لا شوف خليني اعلمك، انا اقول بيض الله وجيكم، انت من ملاك الابل صراحه مشاركتهم مشرفه وتمثل الجميع. احنا نعلمك انا، احنا نوجه رساله بعد الملاك الابل الاخرين، انا بعطيك رساله وابشرك انهم اللي مثلك واجد، ابشرك الحمد لله كلهم. طيب كلهم رسالتي كلهم. طيب شوف انا ابي اجي مثل مهرجانات الملك عبد العزيز، ها انهيجي على التلفونات اللي تجي تدخل في المنطقه، ها جوالات اللي يجي من الكلام يوقف عند حد يحط عليهم، مثل ما تحط على الجوالات اللي يسوون حركات، حط هذا يبي يخرب طال عمرك كيان كام. لا الحين ما في الا صرامه وما في الا شده، لا يخرب، في انظمه صارمه وفي دوله وقانون، ما في ما تدري عنها، انا ادري عنها، ابو سعود ولا ضد البن، عشان شعرانا لهم تفضل. حق وما اخذنا شيء من قصيده، عطى شيء من قصيدك الله يطول عمرك. ابشر. يقول انا والله اني القصيد وايد بس لكن بجيب اللي يطري علي بس. طيب. عرف لنا باسمك بدون مقدمات. يا سلام يا شيخ يا شاعر ويا هاوي رسم، ما يرفع الرجال زود مسميات، لا صار ما يرفع مقامه ولا اسم. يا سلام. ثلاث كان في الحياه مكرمات، واليوم لو والله انفرق هدسة الشيخ والمشلح ونعم مع قبات، كل انت غنمها يبي منها قسم، لو انها تتعب عيال الامهات اليوم كل في وسمتها اتسم، لكنها تبغى حقوق وواجبات وصميدع انسنى على الجزلها قسم، الشيخ من يقدر الجموع المردمات ويفتق قومك كل ملاذة النسم، مرسي سوات طويق وجبال السرات، والمشكلة في مجلس التحسم حسم، وبشتن ذا رلابة وبشت مناسبات، يا ليت للرديان يا تركية واسم والنعم، تبغى مني سد النايبات وذراع نايمًا ما تبى ذراع عسل. سلام سلام صح السلام بيض الله وجهك. خلنا نروح للعقيلات، وما شاء الله هذا التاريخ المليء بالإنجازات التجارية والاقتصادية والسياسية. نعم. كيف ردت فعل الجمهور وهو يحضر عندكم في والله ولا الحمد. وش أبرز أسئلتهم اللي يسألونكم؟ المهرجان هذا، وارجع اشكر ثاني وثالث والى الجاي ان شاء الله، من الملك الى اصغر واحد بالمهرجان، ما كانوا يعرفون العقالات، عرفوا الناس العقالات ودورهم بالمجتمع، العقالات منهم السفراء والوزراء وطلاب العلم والمؤرخين والادباء والعوام، لذلك يعرفون ما كانوا عليه ابائهم واجدادهم ايام الذل والسلب والنهب والمغازي والفوضى بوقتنا الحالي، أمن وأمان إلى لك الحمد. يعرفون كيف وضع البلد زمان والآن، لأنه يقول يوم وقت عقيل والدنيا ذليلة، والبراري للوحوش الضاريات روحوا برتابهم كله ثقيلة، سايقين القصيم محملات، لو تقول عقيل بالقدس أو خليلة ولا بجال النيل ولا بالفرات، كان جاوب من تنبه أو تجيله مرحبا محصين الطايات الله يرحمهم. طبعا هم من رجال المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى ورحمه موات المسلمين وثقبهم، وأول وكلاء ثم سفراء ثم معتمدين منهم،
وأول عسكريين، أول من لبس البدلة العسكرية بالمملكة العربية السعودية منهم الملك عبد العزيز الله يرحمه، لضم بلد الحكم ويحط من العقيلات، لأن العقيلي لف البلاد العربية. النوري الشعلاني مير الرولة يقول عقيل معرفته سلوم، إنهم يعرفون سلوم وعادات القبائل وثقافاتها. اللي يلف الحين العالم طالب العلم الشيخ الدين اللي طلب العلم بالبلاد الثانية وعلى العلم الآخرين يصير فتواه أكبر وأشمل من اللي ما راح ولا جاء. طيب خلنا نتحدث عن الأركان الموجودة عندكم. نعم. في ترى أنا حتى كثير أنا لا ما شاء الله عليك. أطلع عن الجادة يعني. لا بس نبي عشان نركز على المكان الموجود وش الأقسام أنا لأن قاطعتك فيها. سم. ودك تكملها. سم. طبعا متحف العقيلات جنب متحف الإبل. أي. عنه من غرب متحف الإبل الشرق وحنا غرب. عبارة قريبة من المنصة. لا دخلت المتحف يمين أول ما تدخل طبعا باليمين. جغرافية خريطة العالم العربي وانطلاقة العقيلات. طبعا لازم ندخل بيت شعر مع هذا ابن جاري الشعراء. هذا واحد كبير بس عمره بها 90 ولا يقدر على ركب الشتات. ويشوف طبعا عقيل لا مشوا يجون يهللون عليهم يذكرون الله يدعون لهم أهلهم وقربهم لجل تنطلق القافلة. يقول لا سار ركب عقيل جينا نودع وعزة الحال من يوم يمشون تلقى الجردة. الجردة ذي غص منطقة شرق القصر الحكم ببريد قديما منطقة جردة تجمع المواشي فيها والحراج البيع يوميا فيه. نسمي حنا المطار الدولي البري. جانا مدير شركة بوينغ بالمملكة قلت حنا قبلكم أنتم بالسماء حنا بالأرض الانطلاق. لو تشوفون الخريطة يعني غديك إن شاء الله الأيام الجاية ترسل لنا أحد هناك عشان نشرح مباشر ولا لا بنجيكم بإذن الله بنفسها تشرف. أي والله الخريطة طال عمرك هالشايب هذا أبو 90 سنة. أي. يقول لا سارك بعقيل جينا نودع وعزة الحال من يوم يمشون تلقى الجردة من عقب الأحباب تهجع وفراقهم صعب والنفس بظنون يا قلب لا تبكي ترى النوح يسمع ويقول الأعداء وش بهم يبكون. هذه بالنسبة للخريطة. برا وصلوا أنقرة بتركيا شمالا، إيران من الغرب، اليمن شمال اليمن نجران وكذا، كانوا بنيجيريا والسودان غرب غرب جنوب السودان، فاس ومكناس 5% من العقيلات راحوا، طبعا الهلال الخصيب كله داروه، بحرا راحوا لأمريكا وإنجلترا والهند، مناسبة روحة ولي العهد للهند. كانوا العقيلات يروحون يجلبون البضائع الهندية والسيوف الهنادية الهندية. انجلترا طبعا لا فيها بيت شعر. أي. وقصه انجلترا بانجلترا. أي. هذه نقول القصه ولا نمر؟ عطنا بيت الشعر اذا كان. هذا واحد من العقيلات اسمه عطله خزيم صديق للملك عبد العزيز وشاعر عنده شعريه متدفقه. أي. يقول طال عمرك كان له صديق واحد بعمان قالوا عليه صقير العريني عنده دكان ويبيع ويشري بلبل. قال لي بنروح لانجلترا يا يمدحون السوق بانجلترا تقلي بيروحون من الرمحيه للرماح لانهم راعين قطع مسافات. أي. ما يهمهم الروح والجيه بعد المسافه هذا ما عنده مشكله. قال هذا لا انا بجلس بعمان وانت الله يساعدك. مشى الرجال على فرس عين بيضه وعين طبيعيه سوداء. مر على فلسطين من الأردن على غور الأردن على فلسطين مر على كالفلسطيني أخذ له عشبة وفرك العين رجعت سودت العين طابت. مشى وباع فرسه ببيروت وركب على من هالبواخر لإنجلترا. وصل إنجلترا الأمور صارت بعكس تنكاس مهيب على ما قيل له. يقول يا علي يسند على راعي عمان يقول يا علي هيا نرتحل كنا سنحيل يا علي ما بدر الأجناب دله يا علي من دمشق البيروت للنيل لإنجلترا حيث المراكب قبالي ما مثل نجد لعطت بالمزابيل الله يثبت بالمعز رجالها. يا سلام حنين للوطن هذا. صحيح. نعم. طيب خلينا بس عشان سم. نرجع لمرشدنا وشاعرنا ناصر. ناصر انت من المنشدين والله نفتخر فيهم. الله يطول ما شاء الله. انا كنت تحت الهواء نسولف اقول فيه منشد شامل ما شاء الله. الله يطول عمرك. يعني تواجدت في اكثر من مكان وابدعت ودائما حضورك مشرف ومجمل. جعل عمرك طويل. وش بتختار لنا قصيده ولا شيله؟ شيله
نعم تبي تطرب اجل اي والله ما شاء الله صوته يصعد الصدر الله يطول عمرك يرضى عليك ابشر بالشيل ان شاء الله بس هذه قصيده من باب ودنا ان نوثقها من خلال برنامجنا طيب طبعا القصيده هي نسبه لاكثر من شاعر ونسبه بالاخص للشاعر الراحل رحمه الله عليه محمد رحمه السديري هو في غنى عنها لكنها نسبه له بعض ابياتها يقول وسبب طبعا انها نسبه له يمكن توافق القافيه وكذا صحيح نفس طرقه يعني نفس أيوه بالضبط نعم وشعرها منه شعالية قصيده طبعا لك انت اي نعم الله طيب. الله وموثقه اساسا بتاريخ يعني ما هي مكتوبه قبله طيب يقول حنا على الخوه نسوق المواجيب سلام وانباره الخوه ما حنا بحاجه لو جينا قيمه ولصدورنا غيب ما الله خلقنا ريشتنا في عجاجه للطيب طيب وللموده ترحيب وللجد حد وللسماجه سماجه ابعد عن اللي لا زعل ينكر الطيب اللي تقلب عشرته مع مزاجه الراق رقاها طواله المراقيب ونضاق ضيقها على دناته حاجة ما هو صحيب اللي ولا ني لها صحيب حتى لو أنك اليوم أنت واجه ما هو صحيب اللي ولا ني لها صحيب حتى لو أنك اليوم أنت واجه احرص على اللي خوته خوة الذيب لماح دماح انطليقنا احجاجه يفز لا من جات منك المناديب ويجري عمس عين الخوي وانزعاجه يستر رفيقه عن كبار العذاريب ويعرف مداخيله ويعرف خراجه جربت في الأصحاب كل الأساليب ولقيت معظمهم سوات الخواجه هم لقى عندك متاع وملي جيب ولا يبيعك بيع شاوي انعاجه رفقة فلس ما من وراها مكاسيب تبين لحمية الأيام صاجه في كل يوم كاس بله معازيب ولا قضى من درب الأشغال ماجه ولا أحزامي شروه لوجيه ولا أحزامي في الليالي المعاصيب روس الرجال وعز راسي وتاجه محازم ما في فشقها متساذيب ونار يشب الجار منها سراجها في خربهم ما تطلع الشمس وتغيب وعينهم وسدهم في المواجه ولاني على الزلة قريب محاضيب حر على روس الطوالة الدراجه عامل العالم بحنكها وتهذيب وشوم عن بعض الحكي واللجاجه ونشفت عفج اللاشة صديت ماني مكلوفة عد الميلته ونعواجه وليا وردنا صافياته المشاريب نشرب قراح الماء ونتركها ماجه السلام عليكم السلام صح لسانك صح هذه لك ناصر اي نعم الله ان شاء الله صح لسانك الله يطول عمرك وصح لدانك طيب الله يرفع قدرك وجمعها شعر وانشاد ما شاء الله عليك جعل عمرك الله يطول عمرك خلينا ننتقل لزميلنا سعيد العامري طبعا في خيمة رجال الصحراء أعد لنا تقرير مميز جدا عن هذه الخيمة نشاهد ثم نعود فكونوا معنا مشاهدينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم نحييكم من هنا من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة والذي يأتي بتنظيم نادي الإبل ونحييكم بالتحديد من هنا من جناح رجال الصحراء في تقرير خاص عن القرية وفعاليات هذه القرية وأحد فعاليات هذه القرية ونلتقي الآن بمحاسن الصدف بالنصر القرقستاني وزيارة دولة قرقستان ومشاركتها في هذا المهرجان الذي يلم كافة أنحاء العالم في هذا المهرجان ويعكس ثقافات العالم من هنا من صحراء الجزيرة العربية تابعونا في هذا التقرير مشاهدينا الأعزاء نحييكم وبالتحديد من أول أجنحة واروقة رجال الصحراء راوي الصحراء في البداية نرحب بك عبر هذا التقرير عن رجال الصحراء حياكم الله وبياكم وأنرتم هذه الخيمة خيمة رجال الصحراء إننا هنا ببساطة ننقل صورة عن الماضي عن أبائنا وأجدادنا فهذه الشخصيات التي ترونها قبل 1500 سنة زمن بعيد جدا أتينا لكي ندمج الماضي بالمستقبل لكي نعزز من هذه المبادئ العربية الأصيلة وأيضا لكي نعزز من اللغة العربية الأصيلة يكفي شرفا أنها لغة القرآن الكريم الآن وصلنا مشاهدينا الأعزاء إلى تاجر الصحراء أهلا وسهلا بك يا أيها التاجر أولا أهلا وسهلا بمن زارنا وأنار مكاننا أهلا بمن آتانا وشرف خيامنا أنا تاجر الصحراء ولدي أفضل أنواع البضائع كما تعلم من الأقمشة والصوف والحرير والكتان كما أنه يوجد لدي أجود أنواع البهار من الزنجبيل ومن الكركم والقرفة ومن قشر البن
وكما تعلمون لدينا الإقت المعروف بالبقل والمضير عدة أسماء كهذا الشيء وهو طاحن البر والمعروف عند العرب بالرحى وهذه هي بضائعنا وأهلا وسهلا بكم أنرتم مكاننا وخيمتنا هي خيمتكم أهلا وسهلا بابتسامتك الجميلة الله يحييك تاجر الصحراء هل التجار في الماضي القديم كانوا يعانون من هذه التجارة أو الفائدة كانت تعم أكثر لا هناك الفائدة تعم أكثر ولكن كانت هناك معاناة في القوافل مثال لدينا من الأقمشة نحضرهم من بلاد الشام فعندما تذهب القافلة إلى أن تأتي فهذه كانت معاناة أن نذهب إلى بلاد الشام ونأتي وكان لدينا من اليمن قافلة تأتي كل فترة وفترة وتأتي بقشر البني والقرفة فكانت هذه معاناة أخرى ذهابنا إلى اليمن والحضور من قشر البني والقرفة والكركم والعودة إلى ديارنا فكانت هذه معاناتنا ولكن من سعى الله معه ولا مشكلة في ذلك خبرنا عن طباعك عن هذا الجنع طباعي طويل العمر عن التراث وعن العلاج والأشياء القديمة فهذا استفدت أنا منه فيه الدكتور وفيه المعالج وفيه اللي عن الصحراء وعن أبائنا وأجدادنا من أمام رجال الصحراء وصلنا إلى ختام تقريرنا عن هذا الجناح نتمنى أن نوفقنا في تقديم المادة الدسمة لكم متابعينا الكرام على أمل أن نلقاكم في تقرير آخر علي سعيد في كل مكان بيض الله وجه على هذه التقارير وأيضا شكرا للزملاء في خيمة تعاليل يعني هذه الفقرات والضيوف اللي ما شاء الله حتى الوقت يداهمنا وما شاء الله الضيوف عندهم مخزون كبير جدا من الكلام اللي إن شاء الله راح لاحق الوقت بإذن الله وناخذه في آخر أجزاء هذه الحلقة بإذن الله معنا تنويه طبعا من اللجنة العليا نشوف التنويه شباب طبعا تنويه مهم جدا و التنويه طبعا تنوه اللجنه العليا لمهرجان الملك عبد العزيز للابل بانها ستطبق التشبيه والتسنين ولن يقبل ركض اي ابل الا بناء على الكشف الفعلي على المطيه بمحضر البدايه كما ان للجنه كامل الحق باستبعاد اي مطيه تراها مخالفه لذلك وذلك لجميع الاشواط العامه والمفتوحه وعليه تامل اللجنه من الجميع الالتزام الصارم بهذه التعليمات وعدم المخالفة هذا تنويه طبعا من اللجنة العليا لمهرجان الملك عبد العزيز طيب نرجع لك أبو سعود القصة نجيب القصة إيه قصة أجنبية ممتازة يلا هذه مثبوتة يعني طيب حتى واحد من أخويا الشيخ محمد زايد هو اللي قصنا القصة طبعا وبعدين انتقلت الشركة كانت في الأردن وصارت تشرب من اللبن والوزر أيه؟ تعطيها المراه ويبي رجلها وذاك مع متدين وكان عندها سرطان الثدي مع سرطان الثدي أيه؟ المهم قعدت عندها ابطت عندهم راحت الدكتور أيه؟ قال تكشف تعرف الواحد اللي فيه مرض لازم انه صحيح قالت كانت سليمه واي دكتور عالجت طبعا تكلم بالانجليزي وياها أيه؟ قالت ما عالجنا في جمل في البر ونشرب تعال بالبنا وسوت لي المراه اللي هذا حق الرجل هذا البدوي تسوي لها خلطه شويه تصب عليه لبن عشان تشربه المهم يعني فحصل ما في شيء قالت الناقه بشريها احكمها انت يا البدوي شرتها منه والله ما شرته انت قلت الشركه لايران اي شلت الناقه في دنه وراحت مع ايران صارت بنتها تبيها الحين أي. قعدت في إيران سنة انتقلت الإمارات وجيت عن طال عمرك واحد اسمه مطر شايب الشيبان موجود يوم جاء لجد البكرة تبيه هذا دي حجة الحين ولا نزية تترضى عمها قال يوم تلحلها حطت خامتها عند أنا وقال كانت وش سالفة زنتي ذنك قصت على قصة قال طيب أنا بعطيك لك من عندي توها والد تشرب من حليبها وذي خليها بنضربها بعير وتلقح اي والان طال عمرك الحين توني جينا من يقول عندها 70 من البل ما شاء الله واسلمت
وعصب راسها وقالت من زوجها ان بغيت تسلم فاسلم، ما بغيت تسلم الله يحييك تعالي انا ما دخل ما متعدد الامارات. صارت بدويه صارت بدويه خالصه مره. ويمكن شفتوها مع واحد واحد مع ذاك اللي يدور على العالم يعني يطنبها العروق وكذا. والله هذا شوف البل البل يعني انا ما بيطول عليكم لان الوقت. البل هذه طال عمرك اللي ما يعرفها خسران خسران، اللي ما يعرف البل خسران ترى. ولا البل كل يعرف يعرف كيف مودتها. هالحين هالحين في ناس الحين مؤسسات منهم ناس ما نذكر اساميهم. لو سمحت لو قطعت كلامه طبعا دعم الكلام الشيخ. العرنيين يوم يجون بهم حزة وجرب ابتسامهم راحوا للرسول عليه الصلاة والسلام قال اشربوا من أبو من من حليبة البارحة وجاء ايوه وابواله كذا الحديث. نعم شفاء يعني ما قال الرسول ما ينطق عن الهوى، هذا وحي من الرسول من الله عز وجل على محمد. قال اشربوا من الحليبة وابوالها واشووا شفاهم الله. البل كلها خير. نعم ويكفينا ذكرها في القرآن الكريم. نعم نحكي ها يعني الناس الحين بعض ما عرفوا مودة البل ولا البل كله يحبها. زعلان على اللي يقولون الكورونا كل ما انا وقت كورونا عندي جمل يدنق على كذا اشمه في لقطات معلش في لقطات من القريه. طيب ونشوف نقول ما شاء الله يعني هذه الاسر المنتجه والناس المشاركين في الاقسام وبرضه يعني هذه الفعاليات اللي ما شاء الله خاصه في اجازه نهايه الاسبوع نشاهد حضور كبير جدا من الجمهور الكريم اللي شرفنا في هذه القريه. نشاهد الان هذه هي طبعا الاسر المنتجه وفي جلسات خاصه مثل ما نشاهد الان على الشاشه وندعو الجميع للزياره والحضور. كل الاشياء موجوده من المبيت ومن الاماكن الاكل وما شاء الله الفعاليات المتنوعه. هذه برضه الهجن المشاركه وأهلنا طبعا في سلطنة عمان ومشاركة أيضا أشقائنا من دولة مصر الشقيقة وكل الأخوان اللي نرحب فيهم. هذا خان الخليلي طبعا من أحد الأقسام الموجودة والمهمة جدا في القرية الشعبية. مقحم نسمع قصيدة طال عمرك. معنا وقت معنا وقت بإذن الله. طال عمرك يقول القريحة عصوف ونوب معي التطيع غابت العام والليلة هذا حولها وكلمة الحق لو تزعل علي الجميع كل ما جاء مجال الحق بقولها. يا سلام. ما رفع قيمة التافه وقوى الوضيع غير الإعلام والخبلان وطبولها وصمت عقال نخل المهبل تضيع وجدك ترفد بجاهلها ومبدولها كل واحد على الشهرة جواد السريع ما عرف قيمة الشهرة ومدلولها ذاك شهرة غبي وذاك شهرة صديع هذا تشهير وين الناس وعقولها واستضافة وتكريم وقناه ومذيع ويش الإنجاز مدري لكن أصغولها شهرة الرجل في طاعة كلام السميع والفقه والشريعة حافظ وصولها وشهرته لا تقفل كل من في ذريع في نحر واحد ما يقدر حمولها وجاه عاني يبي وضعه الجاه الشفيع جاه عاني يبي جاه الوضع الشفيع قام قومه بعزم وكسر قفولها وشهرته في هلا يا مرحبا بالجميع ومد كف الثلاث أضعاف محصولها وشهرته في هلا يا مرحبا بالجميع ومد كف الثلاث أضعاف محصولها وشهرته لا تناخوا فالنهار الشنيع قال انا راعي الطولات ويطولها مثل وقفه جنود الدار سدنا منيع يوم سمعوا ند الدوله ولبوا لها قوه خلت الحوثي وجنده يطيع بال الشرق واهل الغرب مفعولها في نهار يشيب منه حتى الرضيع هذه الشهره اللي على اصولها. سلام هذه مصفق لها جزاك الله خير. حياك الله وجهك يستاهلون على الطيب. هذه انا ما اقول الشعر رساله ذكر جنودنا اللي على الحد وهم يستحقون منا أكثر من قصيدة لكن دائما وجودهم نشاهدناهم حتى في المهرجانات لهم أجنحة ومشاركين هم اللي يستحقون الشهرة. نعم وهم اللي يستحقون الشهرة والقصيد. هذا اللي يستهلون لو يطلبون من قياتنا مع قلوبنا الله وجهك. والله لو يطلبون من قياتنا نعطيهم إياها كلها. والله ما يبغريب تنعلم. أنا متأكد أن أي سعودي على هذه الأرض ويطلبون منه منها ما تسوى حتى اصابه واحد من اصاباته اصابه حقته لا طال عمرك ثيلة مواطن من الدرجه الاولى في كل شيء حتى في مرت الليله جاي ومشارك ابشرك اللي مثله واجد وراضي
وراضي راضي النتيجه يعني وبتركز بعد لا بتركز والحين انا متركز هناك شفت انك تدوم بكله وبشغل طول عمرك السعوديه فوق فوق وبلعب الحمد لله رب العالمين. خلينا نرجع للمنشد في الختام ناصر سم طعمك شيله الختام عطنا شيله نختم فيها سم. طبعا هذه من كلمات الشاعر المبدع وجه له التحيه من المنبر الشاعر سعود الشطيطي من الشعراء الشباب صراحة اللي يستاهل. اي والله يستاهل. ما جعل قلبي من العام كنا فوق نار غير رجوة ما توافقت صوبه فوقها ودي أختم جوازي ومع باب المطار قبل يكشف غرة الشمس نور شروقها فوق رايت الجناح نبيت الفقار قطمة تغني عليها الهبوب طرقها. يا سلام يعطيك العافية. الله يعافيك. وين بتروح طيب؟ اي طول معك. نبتك عندنا في السعودية. هذه يا عز الله انك جبتها بيض الله وجهك. ما اسمح لك. طيب انت وقتنا انا اشكركم جميعا. انا دقيقة بس انا بتكلم لكلمة واحدة. يلا تفضل. اول شيء طال عمرك يكفي اهل البل. اي. ها؟ ان سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد مشرف عام. اي والله يكفي. بس يكفي هذا الرجل. هذا هو التكريم ذاته وهذا هو الجائزة وهذا هو الفخر. والله العظيم كل واحد طال عمرك ها وانا متاكد واعرف شخصيا الشيخ فهد بن حذرين شخصيا اعرفه وانا تخوتنا وياه جميع يعني انا من اخويا للعاد ومعه 40 ساعه انه رجل طال عمرك كذا شفت انت ولا عنده اقسم بيات الله انه ما يخاش على احد بالذات يعني لو لا يدخل في شك هذا الرجل وانه يبقى ينجح هذا التراث باي طريقه هو لو يدعم ماله نعم وحنا باذن الله تعالى راح نكون مع الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيس النادي وكل صحيح. اعضاء النادي لان النادي هذا هو نادي الجميع مو لشخص نادي الجميع نعم هو لخدمه الابل صحيح. وخدمه ملاكها وعشاقها وجمهورها وانا اقول بيض الله وجهكم جميعا الوقت انتهى وشكرا ايضا لكافه فريق عمل خيمه تعاليل بيض الله وجهكم الشباب في الاخراج وفي التصوير وفي الاعداد وفي التنسيق والى اللقاء ونلقاكم ان شاء الله في حلقه قادمه الى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.